يوم ذكرى 12 ديال انطلاق حركة 20 فبراير التاريخية. هاد الحركة اللي كانت رفعت واحد الأرضية فيها 20 مطلب على الأقل. المطلب الأول سياسي، يطالب بالديمقراطية في البلاد بالعنوان ديالها ديال الملكية البرلمانية، كيبين بأن الشباب المغربي واعي وعارف فين كاين الخلل الكبير اللي جعلنا اليوم كتكلموا على ارتفاع الأسعار وكتكلموا على غلاء المعيشة، وهذه إلا نتيجة من نتائج ديال الاختيارات اللا ديمقراطية واللا شعبية الممارسة في بلادنا والمستمرة. علاش؟ لأنه حركة 20 فبراير طلبت ببناء الديمقراطية، طلبت بأنه يتم التقليص من الفوارق الاجتماعية ونبني واحد المغرب اللي غادي تحقق فيه العدالة الاجتماعية وما يبقاش فيه الضرب ديال الحريات وديال الحقوق، ويتم فيه الإفراج على المعتقلين السياسيين وننهيو مع هذه الظاهرة اللي كيبان لنا اليوم وكتشوفوه انتم كذلك كصحافة، أنه كل الاختلالات البنيوية منها وغيرها اللي كانت شرط لها حركة 20 فبراير وناضلت من أجلها إلى جانب كل قوى تقدمية وديمقراطية اللي هبطت معها، بقى مستمرة وبأشكال أخطر. علاش؟ لأن الدولة المغربية ماشي فقط يعني استهانت بمطالب حركة 20 فبراير اللي لو أنها طبقت كنا غادي نكونوا اليوم أمام دستور ديمقراطي، أمام فصل السلط، أمام إمكانية ربط المسؤولية بالمحاسبة، أمام استقلال ونزاهة القضاء، أمام إصلاحات جوهرية ضريبية ومالية وفي مجال التعليم اللي غادي تخدم المصلحة ديال المغرب آنيا ومستقبلا. حنا ما جرى حتى حاجة من هذا الشيء، الدستور اللي تم التمرير ديالو في 2011 مع كل الأسف ما جاب حتى شي حاجة من المطالب اللي طالبوا بها المغاربة، وحتى ديك الديباجة اللي كانت بانت للبعض بأنها إيجابية ما كاينش تطبيق، هذاك الشيء غير للإلهاء وللتمويه، كما أن اليوم كيتم تقديم ديالنا هذه الحكومة المحكومة كيقولوا لنا راهي جايبة المشروع ديال الدولة الاجتماعية والحماية الاجتماعية للجميع في الوقت التي تسارع فيه الزمن من أجل خوصصة الصحة والتعليم. غدا ماشي بعد غدا، غدا غادي تكون مجموعة ترابية صحية في 12 جهة المغرب، وغيتم حل لي سي اش يو، غيتحلوا مكتوبة في القانون اللي عطاونا باش ندرسوه، وما غيبقى والو الخواص. وقال لك 11 مليون ديال داك الناس ديال الراميد ندخلوهم لابو، و11 مليون ديال الحرفيين ندخلوهم، واللي بقى توا غادي ندخلوه. وهنا غادي تشوفوا بان اللي غادي يوصل للصحه في المغرب هو اللي عنده باش يضرب على جيبو، اما الفقراء ليهم الله. هادشي اللي كاين. التعليم 70 برنامج ديال الاصلاح تخريبي، تدخلوا الكلمات ديال الجوده وديال شي جوده ما كاينه. اليوم التفاهه، اليوم كيحاولوا يعطيو الشباب المغربي دبلومات، كنقولوا بان المغاربه ما بقاوش فورمي ولاو ديفورمي، لانه ما بغاوش الناس تقرا، كيخافوا من الانتليجنسيا، كيخافوا من المثقفين، ما بغاوش يكونوا هم، وكيضحكوا على الدراري، وبدات هذا الشيء ديال التجزيء، وكنقريو شويه اليوم وشويه غدا، المناصب ديال الاساتذه الباحثين ما كنخلفوهمش، وثانيا كنجريو على الاطباء ديالنا والمهندسين ديالنا ما كنعتبروهمش، ما كنخلصوهمش مزيان، الباحثين الكبار في لانازا مشاو خلاو البلاد، وحنا محتاجين هذا نزيف ما يمكنش نسكتوا عليه. ثم يعني المجال ديال الطاقة، أنتم تتعرفوا أن الطاقة أساسية من التحديات الكبيرة اللي كاينة في العالم، إلا طلع الثمن ديال الطاقة كلشي كيطلع، النقل كلشي كيطلع وكيكون، شكون اللي مكلف بالطاقة في البلاد؟ كل هاد الدول اللي كتحترم راسها من بعد الجائحة قالوا حبس، التعليم والصحة خاص الدولة تكلف به، والطاقة خاص الدولة اللي تكلف بها، واش حنايا الدولة اللي مكلفة بهذا الشيء؟ الدولة تخلت على التعليم وعلى الصحة ودارت التسليع، والطاقة سدوا الأسامير، داروا تحريف الأسعار، وخلاو 18 عائلة كتقش فينا حنايا، وعلى رأسها أربعة العائلات، ضربوا 45 مليار ديال الدرهم، ولا من حاسب ولا رقيب، قالك أسيدي درنا المؤسسة الدستورية، مجلس المنافسة، السيد رجل نزيه وجاب التقرير وقالك هانتوا راه اتفقوا بيناتهم، رجعوا الفلوس، حيدوه وحيدوا التقرير، واش هادشي أش من دولة هادي؟ ماشي غير ديمقراطية الواجهة، ماشي غير مؤسسات الواجهة، هذا يعني الاستهتار بالمغاربة اللي حروا البلاد واللي هما قادرين باش يبنيو بلاد ديمقراطيه. اكثر من هذا، حلوا الحدود البلاد، 56 اتفاقيه تبادل حر، اللي عنده شي جالو قايبعه هنا
اللي بغى يجي يستغل بنادم العبيد الجدد كيجي لهنا وكيدير فضل وراس المال، حتى دفاتير التحملات ما كيحترموهاش، كيدي كل شيء. حنا ديالنا حالين فمهم، ومن بعد داروا لنا 20 عام ديال جلب الاستثمارات الخارجيه لي زي دي او. جاو عباد الله، وسير دابا قلب لي انت في شي شركه كدير شي حاجه هنا وسير حاسبها، حتى واحد ما يقدر. وباقيين غاديين في هذا الشيء، داروا التقارير قالوا بان الدوله ملي توجهت الخواص تفلسنا، ما درنا تنافسيه حقيقيه، ما خلقنا فرص شغل، ما درنا والو. ورغم ذلك جابوا لينا نموذج نموي جديد، قال لك الجيل الجديد من الاصلاحات. شنو هو هذا الجيل الجديد؟ هو الخوصصه. لا بقى شي خوصصه، غادي يخوصوا كل شيء وغادي يركعونا تحت المديونيه. هذا الشيء اللي باغيين يديروا هاد الناس. اسيروا قراو تقرير ديال صندوق النقد الدولي، يوصي المغرب باصلاح بين مزدوجتين المؤسسات والمقاولات الكبرى. لا بقى شي مؤسسه والمقاولات الكبرى، خسر الخوصصه. كيهضر على اصلاح ضريبي، ماشي كيبغينا حنا من اجل توسيع الوعاء والتوزيع العادل، لا، اصلاح ضريبي من اجل اغناء الغني وتفقير الفقير، اصلاح مالي من اجل تعويم الدرهم باش حنا نغرقوا، باش ما نبقاوش، ما كاينينش. حنا غادي نبقاو ساكنين في هذه الرقعه الارضيه كعبيد، ننتظروا هذاك اللي غيجي من الخارج باش يخدمنا ولا ما يخدمناش، ولا لا ما وقعت لينا شي مصيبه. راه قال لك غيجيبوا لنا الحشرات، راه وصلوا الميناء ديال طنجه اليوم وغنبداو ناكلوا حنا الحشرات. هاد البلاد اللي فيها اراضي فلاحيه وكان فيها الماء نهبوا هاد الناس، ويمكن لينا حنا نديروا الامن الاستراتيجي ديالنا، نحافظوا على الماء ديالنا ونتجوا الخضروات والفواكه واللحوم اللي خاصنا حنا، ما خاصناش نجيبوا البقر من على برا. كاين راه رؤوس الاغنام موجوده وما كيطنزوا علينا، وحنايا كنتلقفوا داك الطنز ديالهم داك الناطق الرسمي الخواء، ما كاين حتى كلمه كنسمعوها اللي غادي تفيدنا ونعرفوا هاد الناس اش كيديروا. حتى القوانين كيدوزوهم في لمحه برق، ما كتعرفهم علاش. اولا بعد المراقبه خصها تكون على المستوى المؤسساتي. اليوم في اكبر اغناك دارت الشعب المغربي انه انتخابات ديال 8 شتنبر 2021 داروا انتخابات كلها في نهار واحد، وطلعوا ثلاثه الاحزاب على المستوى المحلي الجهوي البرلمان الحكومه. وسير ضيم انت يا راقب ولا دبر راسك، هذاك الشيء كله كيدار للانهاء. اما الشروط ديال المراقبه راه معروفه، خاصك تنهي مع الريع مع الاحتكار ومع النظام الباتريمونيالي اللي جاب لنا عائلات بذاتها ما كانت كاع مشاركه في تحرير المغرب، اللي هي السوله تعلمها وعلى الاراضي وعلى الغابات وعلى وعلى وعلى، والامور باقا مستمره. اذا ما كاينش حتى شي مراقبه، اللي كاين خاص واحد المراقبه شعبيه. اليوم كيبان الشعب المغربي راه فايق، راه خصنا نتنظموا، راه خصنا نديروا واحد الجبهه شعبيه للنضال من اجل بناء الديمقراطيه، من اجل بناء العداله الاجتماعيه، من اجل اننا نحافظوا باش يكون القضاء ما يخضعش لبعض التعليمات ويكون مستقل، باش نحافظوا على خيراتنا، باش نقولوا ما بغيناش التوصيات ديال دول علينا كيف ما بغات تكون. حتى واحد ما يتحكم فينا لا باسم الصحراء ولا باسم الصحراء، حنا قادرين نهزوا السلاح ونمشيو حنا نحروها. حتى واحد ما غيعاوننا لا في استكمال الوحده الترابيه ولا كل شيء، كيجي هنا لمصالحه. وهذا الشيء علاش جا الكيان الصهيوني بصباطكم وحنا ساقلين كل شيء خايف. اجنو هذا المشروع منين جا؟ علاش غادي نخافوا؟ علاش غادي نخافوا؟ حنا خصنا ندافعوا على بلادنا، وحنا ضد الحركه الصهيونيه الاستعماريه اللي كتقتل الدراري والدماء ديالها بالتخاطه للراس. اش بغينا بهم؟ ما غيوريوناش شنو غادي نديروا. هذا الشيء كتخافوا منه حتى انتم الصحابه، كتبغيوش تهضروا على هذا الشيء. راه خصنا نهضروا، خصنا نتكلموا. حنا بلادنا بغينا نحافظوا على سيادتها، بغينا نحافظوا على استقلال قرارها، بغينا نحافظوا على مستقبل هاد الاطفال اللي كيتلاحوا في البحر في الباطيرات، باش يكون عندهم مستقبل هنا ويقراوا مزيان يتكونوا، باش غدا ان شاء الله حتى هما يكونوا مواطنين مستقلين ويخدموا بلادهم. واش حنا غنبقاو غير عبيد؟ واش اليوم بغين يدفعونا الحرب مع الجزائر وحنا غادي نخضعوا لهاد الشيء والمعيور السبان ديال الدول المتخلفه؟ لا، حنا خصنا نفكروا في بناء المغرب الكبير، خصنا نفكروا في ربط علاقات مع العالم، تكون علاقات اللي هي مزيانه وقويه، باش نحافظوا حتى حنا على مصالحنا، وباش نساهموا في بناء عالم عادل، عالم اللي فيه الاخوه الانسانيه وفيه الكرامه. حنا راه حنا في العالم ديال الدياب وفي العالم ديال الافتراس وفي عالم ما تيعجبش. اذا خصنا نساهموا كلنا في هذا البناء وكلنا مسؤول.